السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا النهاردة، اللي عندها تعب في المعدة، اللي بتشتكي وعندها مشاكل في المعدة، عندها ارتجاع في المريء، عندها التهاب في المعدة، وعندها حموضة، تعالوا اقولك حاجة حلوة جدا هتريح معدتك جدا، وجربتها على تجربة. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي انا عندي عرقسوس، اكيد بنطلع من رمضان كل واحده عندها شويه عرقسوس بيتين عندها مركونين، او اشتري شويه عرقسوس صغيرين مش كتير قوي. هناخد معلقه او معلقتين بالكتير، وهقولك تعملي ايه. انا هغلي كوبايه ميه سخنه، انا عايزه كوبايه بس، هغليها كويس قوي قوي على النار، هملى ديت ميه على قد كوبايه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده حوالي كوباية اهي معايا، وهحطها على النار تغلي، وبعدين اقول لك تعملي ايه. كده حبايبي انا غليت المية اهي سخنة مغلية، هحط بقى عليها ايه، معلقتين. بسم الله، معلقتين من الرصاص صغيرين، وبعدين اقلبه تقليبة كده وغطي الرقسوس ده معايا. غطي كويس كده بحيث ان ايه البخار ما يطلعش. اسيبه كده حوالي 5 دقايق متغطي. بصي يا حبايبي، طريقه العرقسوس انا شايفه ان العرقسوس افضل من المواد الكيماويه، وان احنا ناخد برشام وكده، فده افضل بكتير وسهل جدا على فكره، مش هيتعبك. ده بيتاخد قبل الاكل 3 مرات قبل كل وجبه، هيريحك كتير قوي عن البرشام. كمان في برشام بناخده ما بيعملش حاجه اصلا وما بيجيبش نتيجه، فده هيريحك كتير كتير قوي. يعني انا جربته، جربوه مش هتندموا. وقولي لي لما تجربيه، قولي لي عمل ايه معاكي برضو، بس انا جربته ولقيته حلو جدا معايا. كده حبيبتي انا سبته 5 دقايق اهو. هجيب مصفى صغيره وابتدي، بسم الله، اصفيه. بسم الله، بعد ما صفيه وحطيته في الكوباية برضو اغطيه تاني حوالي 5 دقايق برضو، وبعدين تشربيه. تشربيه دافي، ما تشربهوش سخن قوي، عشان برضو ما السخونية على المعدة فاضية بتتعب المعدة، فانت تشربيه دافي هيبقى حلو قوي. وجربيه وقولولي ايه رأيكم في الكومنتات، فعلا جربتوه وعمل معاكوا ايه، وربنا يشفي الجميع يا رب. وإن شاء الله نتقابل تاني في مع أكلة تمشي اليوم.